بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 16 محملة في 3 طن اليوم الثلاثاء 28/9/2021. عدد ما وصل إلى الآن 57 طن إلى المحافظة. تصل عربة صكوك الأضاحي إلى محافظة دمياط بزنة 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وهذه هي الدفعة التاسعة إلى محافظة دمياط. اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 تسلمت مديرية أوقاف بني سويف 4 أطنان لحوم من لحوم الأضاحي، حتى يصل ما تم تسليمه لمديرية أوقاف بني سويف 52 طن. اليوم الثلاثاء 28/9/2021 يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة رقم 14 2 طن بإذن الله تبارك وتعالى. سبق وأن وصل إلينا 46 طن، والنهاردة 2 طن، إذن المجموع 48 طن. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.